صباح الخير عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وديما رمضان مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لسوق الطيور بفاس، غنمشيو ان شاء الله لباب قيسا باش غادي ننقلوا لكم كل جديد تما، ونشوف الاصدقاء والاحباب ديالنا، ونشوفوا ان شاء الله الطيور الجديده اللي كاينه تما، وان شاء الله نوصلوا ونقل لكم الحدث. والسلام عليكم. سيدي عمر، كي داير اخويا؟ بخير لاباس عليك؟ صحة. كي داير حي الفرح؟ ايوا مزيان هاني. لا يحفظك. شنو هنا اخويا عمر؟ كاين هذا الفرح هذا ولع ما شاء الله. فريخ عدد العش؟ تبارك الله. ربك جوج ونص. ربك جوج ونص تبارك الله. عند واحد ياك شي صبيعة؟ صبيعة هذاك طاير. هذا حفظتيه هذا؟ كنت طالق له راه يلا. ديال هذا العام؟ ما شاء الله. شنو طلقتي له؟ ودانية. ودانية واش الكلام ديالي ولا ودانية اخرى؟ المقرين المقرين. هنا شنو؟ هذا صغير. هذا جدر. خمس شهور ديال هذا العام. عنده خمس شهور في الطبيعة. راه داوي. هنا زعما في القفص. داوي. تبارك الله. اللي بغى الفيديو ديالو اللي بغى الفيديو تصيفطوا له. شحال داير هذا جدر؟ هذا داير شي 250. 250. بالقفص هكا ولا بوحدو؟ بوحدو. وهذا الفرق العش؟ هذا 500. 500 درهم. هذا ما عندكش الفيديو ديالو؟ لا. يتكلم. يلا صفى البدا ما خاصش. يوسف شحال؟ 250. 250. خويا يوسف. خويا الحبيب كي صبحتي بخير؟ يا فين ربحتي عينك؟ غير مع الشغال اخويا. خويا عمر عطينا الرقم ديالك اللي بغى يتصل بك. 06 84 75 15 95. الله يسخر لك اخويا عمر. زيد يلا. مرحبا مرحبا المهم. مرحبا سي عمر، راك مولع، راك مولع بالخلوية. الله يحفظك السادي. خويا فريد كي داير؟ بخير لاباس عليك. بس نور الدين كي صبحتي اخويا؟ بخير لاباس عليك. شنو هنا اخويا نور؟ واحد جوج ديال الهازر. جوج ديال الهازر؟ هادي ماشي جوج ديالنا اللي خدمات. ماشي هي. ماشي هي. تشبالها. ان شاء الله غادي تخدموا بها. ان شاء الله غنخدموا بها هذا العام. سوا حنا كنوجدوا باش نكثروا في الايتام. تكرر تكرر تكرر. هاي شوف هاد الحركات اللي كيدير. تكرر هايش. حتى الناس ياخذوا الثقافه ديال هاد الفرايات. لا طائر الهزار ساهل تبارك الله. ساهل ماشي. هذوك اللي كانوا عندنا راه خلويين وخدموا هادو. دابا هادو ما كيبيعوهمش غير شنو كيديروا لهم دابا؟ كيلاقيوهم ان شاء الله. باغيين يزوجوهم. باغيين يزوجوهم. شوف ان شاء الله الاصدقاء مولعين بيناتهم. باغيين يزوجوا ان شاء الله تبارك الله. هذا معين هذا؟ هذا الهازر. الهازر الغطاوي. الله يسخر عليك. الجوجة مازالة ديالنا؟ مازال. مازالة الجوجة ديالنا. شوف تذكرت دابا راه كي راه هو خصو يحكم فيها. فهمتي؟ إلا حكم فيها هو غادي يتزوج معاه. هو يسيطر عليها. وسيدنا الله يسخر لكم. الله يسخر لكم ان شاء الله. شنو مالو؟ ام حسين. محسن. ام حسين برافو عليك. باش نقول لك خنافس اخويا. هادو بواتهم. هادو عاد كيتشرم يديروا الشرناق باش يوليو على حسن. قال لك الشدوده دابا هادو خصهم الكبار. تبارك الله. شوف خصك دير شي مشروع ديال دود كبير. تطور المشروع ما شاء الله. غادي يجيب لنا الفاعه. الا خصنا الا خاص 100 كيلو مرحبا. 100 كيلو؟ اجل تمساح. 100 كيلو عنده كيجنيه ديال الدود. الدود. ها. ديال كوتاكوت. كوتاكوت. ها هو كوتاكوت. الصراحة حبة بجوج دراهم ديال الدود. شوف الاخوان محسن في هذا ديالك محسن. شو هالمشروع كيكبر؟ شو غيصدروا الشينوات. شوف 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 شحال ديال فين داير الدود. شوف اللي خاصو 100 كيلو. كاين 100 كيلو؟
ودابا انت راه خصك تبقى تخلص الضريبه دابا انت اسكت اصاحبي الدوله الله كيتصرف لي كونطونير دابا الدوله غتابعك على الدوده واخا خرجي من الطحين خرج من الطحين اللهم اغفر لي ابو ورطي دابا كنقولوا كيديروا مع البيض شنو كياكلوا في الشينوا كيديروا مع البيض مع البيض اومليط خاصهم مع صرف الزيت كيقول لك لا راه كيديروا حتى في الاندومي كيديروا الشخصيات ديالنا مزال قول لي مرحبا غير امر ما شاء الله تبارك الله هذا كروازي مخلط اه كروازي تبارك الله دابا هذا هجين ديال البلدي مع هجين ديال البلدي مع تبارك الله مع الرومي هذا غير رومي رومي وكنت كيول اه صافي جا المغرب ولا لا هذا رومي ولا صافي الله كروازي عاش في المغرب ولا وهذا خديتي ولا الوليد تبارك الله ما شاء الله شحال في عمره اربع سنين ونص شنو سميتو نصيفطو رياض نصيفطو له من هنا اه صاحبي رياض صاحبي رياض ها باباك خدا لك واحد الفريريج باش تلعب معاه وبالصحه والراحه قلت الله فيه والله يسخر الله يصلح الله يصلح اخويا رحيم اخوان ها واحد الصديق راه عنده واحد القناه ديال الحمام راه واحد القناه زوينه راه انا من المتتبعين ديالها شنو سميتها اخويا عبد الرحيم حمام عبد الرحيم حمام عبد الرحيم دير غير حمام عبد الرحيم اخوان دابا نبارطاجيها لكم كاع ان شاء الله تعاونوا حتى هو معاه وراه شجعوا راه عنده داك الشيء محتوى زوين بزاف وحميمات نقيين وهذا الشيء اللي كاين الخوت حموده كي داير شنو اخويا حماده كاين شي حاجه ولاد الوليد ملي تلاقيتك الصباح مشيت ليه ولي ولاد بارك الله شحال دايرين هادو 100 درهم هاد نسوا الكنار ديال محمد ديالك الكنار ذكر الحمر اللي قلت هذا الامبيرو مقدم 100 درهم هاد الاولاول الواحد قدام الى حماده كاين جوج قدام واحد عاد جوج قدام اخوان حماده قال لكم كاين جوج اولاول قدام وواحد عاد جديد 100 درهم للواحد اسمع الاولاول كيعدد هذا بشحال حماده ذكر لا خليها هذيك ذكر الكاميرا بشحال 150 درهم شحال 150 150 هذا 150 راه باين كيتكلم راه هايش هذا الشريف ديالي ياك حمادة شنو اخر حمادة في هذاك جيب حمادة اش هذا 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 فرخ هذا ياك لا خلوي قديم ولا فرخ خلوي قديم خلوي قديم داير بحال الفرخ اه التحميرة ديالو بحال شحال هذا حمادة لا بدرزة 200 هذا 200 عند خويا حمادة شنو اخر كاين شنو اللي كاين حمادة الرقم ديال كما العادة 64 06 64 81 81 05 05 نعاودوها لهم 06 06 64 81 81 05 05 انت مع المخابرات مرحبا الله يعطيك سهل عليك سبحان الله يا رب محمد كي داير الله يبارك فيك بخير كي داير الوليدات الله يبارك فيك واش راه مبروكه رمضان مبارك سعيد على المشاهدين الله يحفظك الله يبارك فيك سهل عليك الله يحفظك اخويا الحبيب الله يسهل عليك انا نجي عندك زهرك يا زهره خويا محمد كاين شي جديد الخير موجود هنا كنشوف هادشي راك مزوق على الطبله ايوا ما شاء الله معتم الاخوان نشوف فاس الاولى بلديه فاس هذا راه تراث الاخوان هذا تراث ديال المدينه الى ما الانسان الى ما سمعش ما دارش الهزار والولوال والبوح في الدار والحسنيه راه ما يتولاش حنا راه كنتصنتوا على الكلام البلدي الحر الاصيل ما شاء الله هادو تبارك الله شحال عندهم هادو عندهم شي شهرين شهرين ما شاء الله راه بدا كيصفي هذاك المنقار تبارك الله شنو كاين هادو جوج هنا وواحد راه هنايا هادو فيهم اللي قدام وجداد ولا هذا قديم قديم والاخرين جداد وهادو جداد شحال دايرين هادو هادو ديال السيمانه دايرين 120 سيمانه 120 وهادو 150 وهادو 150 درهم قدام هادو ثلاثه كاينين راه واحد تما تما واحد معاهم هنايا المهم اللي بغى شي حاجه غتوريه وصافي تصور له
يا كيما العاده كتصور البنادم وكيشوف شي اللي كاين. تبارك الله دوراج دورا كبارين يا دورا هلامين. شو كاين خط؟ هادي نتوا هادي؟ نتوا ديال الكالا. نتوا ديال الكالا. تبارك الله. شحال دايره هادي؟ 100 درهم. 100 درهم. شنو كاين اخر هنا؟ كاين بالشيخ. بالشيخ. شحال داير هذا بالشيخ؟ هذا بالشيخ 1000 ريال. 1000 ريال. هذا راه جدار هذا على الاقل تكون عنده واحد العميل. اه راه محل بزاف. شنو كاين اخر؟ هادو ديال الولول. تبارك الله على قلده عنده ما شاء الله كبير. تبارك الله. شحال داير هذا؟ هذا داير 100 درهم. 100 درهم. وهذا؟ هادي نسوى دايره 1000 ريال. هادي الاخوان نسوى 1000 ريال. هذا ذكر 100 درهم. هادشي اللي كاين؟ هادشي اللي كاين. ها؟ هادو ديال محمد؟ تصافيتي انت ديال مصطفى القناوي. ها البوحقناوي. ها هو الشرشور. ها هو هادو يديتي مول الشرشير وتقرقيب السطالي. هو هذا الثمن ديالو شحال داير؟ هذا على حساب مصطفى. يدوز معاك ولا يدوز معاه ديال مصطفى. ويلا دوز معنا. يلا عطينا الرقم. كان شي حاجه مصطفى راه حدا 07 13 24 44 عشيري. زيشان الله يسخر. ها هو حدو خويا حدو. تحياتي. دابا انت راه من الركايز ديال السوق. الله يرحم الوالدين. دابا انتما دابا انتما اللي بديتوا السوق اخويا حدو. لا انتما هما اللي بديتوا في السوق. الحمد لله. بدات معكم الولاعة. الحمد لله. شحال خلينا منكم باش كنا صغار. الله يرحمه بزاف. وعسكا. مصطفى راه خرجنا انا وياه شحال مرة. ديال البليق بجوج دراهم. خرجنا انا وياه مصطفى الويدان. البليق بجوج دراهم. تبارك الله. يعني كان 60 ريال 40 ريال. ايوا الحمد لله الخيرات. هادشي اللي كاين الحمد لله. نتمنى من الله تقاد الامور وتكثر الخير. هادو بشاشخ. ولكن الحمد لله هادو بشاشخ مدام. ما شاء الله. هادو بشاشخ مدام. شحال هادو دايرين؟ هادو 100 درهم قفزول الواحد. 100 درهم بالقفص. بالقفيز ديالو. بشاشخ عند حدو 100 درهم. هذا شنو النسناس؟ هذا النسناس. هذا الاخوان النسناس. وهذا بيترو. هذا نسوى. نسوى ديالو. هذا نسوى. وهذا الذكر الاخوان النسناس. هذا كيتسمى لو كروز بيك يعني المنقار عنده غليظ. القرغ غير كروز بيك داك الذكر. وهادي هادي نتوا. شوف نتوا كي دايره. شوفوا الذكر كي داير. وهادو عصافر. هادو الكره عصافر بجوج. وهذاك وهذا البيترو. البيترو بيترو البلبل. هذا البلبل. وهذا طائر البلبل المغربي. هادو شحال الثمن ديالهم خلط هادشي؟ هذاك شي كل حاجه وثمن. كل حاجه وثمن. 40 درهم بيترو. 40 درهم والنسناس 40 درهم. النسناس 40 درهم. شوف كاين اخر حرامل. قدامين هاد الحرام. هاد الحرامل هما الحرام القدامى الاخوان تاعهم. انتما شحال دايرين؟ هادو خويا بقفزهم 100 درهم. قفزهم 100 درهم. مازال كاين الخير ياك؟ ولا بغا شي حاجه يتصل خويا حدو؟ حفتي نمره ولا مازال؟ عندك هنا؟ عندك لا انا راه غتخدمني غتخدمني. عندك اخويا جبدنا النمره. جبدنا النمره. لا راه عندك والله ما عساش معاك. يلا تنصوبوها. يلا خويا حدو. يلا الله يحفظك. عندك النميره. السلام عليكم خويا عدنان. تحياتي لك. كي داير بخير؟ الاخ بخير. صحة كي دايرين؟ مولعين. كي داير اخويا عدنان؟ كاين شي طيور؟ خويا نقصوا علينا شويه. شنو هنا تبارك الله كاين ديال شي حاجه ديال؟ هادو نتيواد الكنار. نتيواد الكنار ما شاء الله. كلهم واجدين هادوك نتيواد. هادو الطايات سبحان الله. الطايات ديال اللي باغي يدير المايسترو. اللي باغي يهجن الاخوان هادو تبارك الله. الطايات ديالهم ديال التهجين راه باينين ما شاء الله. راه غير من الشوفه باينين. هادو اللي باغي يدير المايسترو. هذا بالشيخ. الشيخ قديم حتى هو. هذا بالشيخ شحال داير هذا عدنان؟ شحال ما بغى بنادم. شحال ما بغى اللي عيط ياك. اللي عيط باش عيطوا الاول يديه. شحال ما خرج. هذا نساوي شحال دايرين؟ هذوك نخليهم شي 100 درهم. 100 درهم. هادو شتي عندهم البيض اخي؟ عدنان جا خويا راني تنقص عليا و صار غنسافر داك الشيء. راه البيض تبارك الله اربعه البيضات ياك. اربعه البيضات نسوما لكم الاخوان. البارح حطيت البيضه الرابعه. ها هما اربعه البيضات. ها واحد بالشيخ او النهار. هاد نسوى معاه مزوجه معاه. هادو الثمن ديالهم شحال داير؟ القفص؟ شي 40000. 400 درهم. كاين القحا تبارك الله. هادو 400 درهم الاخوان بالبيض ديالهم بالقفص ديالهم راه كبير وبالنسوى بكلشي. كيد الحرم راه عامين. هذا ذكر الحرم راه عنده عامين. هايش تبارك الله. شحال الثمن ديالو؟ داير شي 150.
هذا 150 درهم وهذا القفصه كتبيعهم هذا حتى هما بالبيت شحال دايرين هذو كاملين شي 200 درهم راه 200 درهم يا الله ثلاثه ديال الطبقات 150 ها هو عدنان قال لكم غير 150 وهذا خويا عندنا هذا الحداد هذا من الفريقه تاع خويا هذا شفتيه فرخ راه مبدل واقيلا ياك تبارك الله كيتكلم اخويا عدنان اه ضروري تبارك الله شحال داير عدنان داير عندك حتى قلت لي 250 يتصنت عاد يديه هذه هي الهضره ها قال لكم الاخوان عدنان تيسمع الانسان هذا عاد ياخذه اصلا عندنا راه ثقه بين الانسان غير موجود الله يسخر اخويا عدنان واخا اخويا عدنان عطيني الرقم ديالك اللي تواصلوا معك 06 40 50 58 79 ديجا كاين الله يسخر اخويا عدنان الله يسخر صراك ضيف القناه تاعي راك انت راه القناه دابا راك ديالك دابا الله يحفظك الله يسخر لكم الله يحفظك انا هذا حمزه جا حمزه هو الاخوان عبد الرحيم عبد العالي تهلاونا في القناه ديال خويا عبد الرحيم ها هذا شلبين ولا لا سيقول ولا ما شنو هذا هاوي هاوي توينسي كمال هذا شنو واش لبين ولا لا سيقول لا كوكا لبين شنو هي قال كوكا بوعيات كوكا لا فانتا ايوا صافي اخويا بويا شو قلتي الحمام مال عدو القنب الحمام دابا قال كذا شديتي درت عليه 30 عام الحال الحمام لا صيدتيه 30 عام المقني شحال 3 4 والحمام موكا موكا الحداديات ها صحيح عندهم في الدم عندهم في الدم عندهم في الدم عندهم في الدم تيم برادو براسو شو براس قد تقافي هاد صحيح واخ اخلو واحد الكانار تبارك الله كيطول عندك غير الكانار شحال الثمن ديالو 250 هذا الكانار الاخوان 250 درهم في شويه المفاهمه ان شاء الله تبارك الله زويون انت في الشكل ديالك هاتوا الاخوان انا قربت لكم هادي نتوا ديالو ولا هادي ديالو ولا فرادية فرادية شحال هادي دايره 100 درهم هادي 100 درهم اخوانا واحد نسوى ب 100 درهم تبارك الله في واحد اللون ما شاء الله شنو عندك اخر صافي غير هاد الكوب اللي كاين كاين شي حاجه هنا نسوى هاد المقنين نسوى هاد المقنين تبارك الله تبارك الله هادي نسوى هاد الخدمه ما شاء الله ما شاء الله غير 200 درهم افتح افتح الصاك ما شاء الله واش ديال العش؟ هادي الاخوان ديال العش 200 درهم وتبارك الله راه باينه ديال الخدمه بالنسبه للتجربه والشوفه ديالي هاد المتوره ديال الخدمه ما شاء الله
ديال هاد العام؟ ديال هاد العام مازال ما حطاتش. تبارك الله. اخوان هيا باك 2.5. واخا عطينا الرقم ديالك اللي بغيت يتواصل معك شي واحد. 06 06 06 93 92 50 70. الله يسخر لك. الله يسخر لك. السلام عليكم خويا، كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ ديما صحيحة. شوفوا هنا ما شاء الله اخوان، واحد المقنين تبارك الله باربا بلدي اول اخوان ما شاء الله، هذا من الطيور البلديه الحرين. باربا الاخوان هي كتعني ستوندار، هي الطير كيكون ستوندار صغير ما شاء الله تبارك الله. الطير واجد مصفي حتى للخدمه راه واجد كيتكلم تبارك الله. ياك عندك لي فيديو ديالو بالنسبه اللي بغاه، اللي مثلا بغاه واتصل بك صيفط له الفيديو في واتساب. عندك تما الفيديو؟ شوف الا بغاه شي واحد مثلا اتصل بك غتوريه الفيديو ديالو في واتساب. شحال الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 600 درهم. 600 درهم اخوان، هذا كيطلع فيه 600 درهم تذكره البارفا. واللي بغى يشوف الفيديو ديالو يتواصل معاه في الواتساب. شحال عطيني الرقم ديالك؟ هذا ذكر اخوان الرقم ديالو هو 07 18 56 49 27. الله يسخر اخويا، الله يسخر لك. اللي بغى الاخوان يتصل به يتواصل معاه عبر الواتساب ولا بار تليفون، وغادي يوريكم الفيديو ديالو ان شاء الله. الله يسخر الجميع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. زيد 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 سعيد ما كتسناش. عندك انا خويا الزعر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. شحال هذا الثمن؟ الثمن شي 5 اللي كتقولوا السوق باب الكيسه ما فيهش حاجه زوينه. شو المليح ما شاء الله، المليح والثمن زوين. شحال دايرين هذا الواحد؟ 75 درهم الحبه الاخوان. شوفوا ما شاء الله طاي زوينه وخصها زوينه تبارك الله. الله يسخر. كاين غير هادو؟ كاين واحد جوج ديال الفراخ ما شاء الله.